أعلن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا أن وفدا رفيع المستوى من الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس مجلس نواب الشعب تاجيسي تشافو قد توجه إلى مدينة ماكيلي في إقليم تيغري للإشراف على تنفيذ القضايا الرئيسية في اتفاق السلام وفقا للخطط الموضوعة. والوفد هو الأول من نوعه كهيئة حكومية فيدرالية رفيعة المستوى متجهة إلى ماكيلي بعد عامين من الحرب في إقليم تيغري. وكانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغري وقعتا الشهر الماضي اتفاق سلام لوقف الأعمال العدائية بينهما برعاية الاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا لوقف الحرب التي اندلعت في إقليم تيغري قبل عامين. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من أديس أبابا مراسل التلفزيون العربي زاهد الهرري. زاهد، إذن هذه الزيارة تأتي في إطار تأكيد المضي قدما في اتفاقية السلام، ماذا فيها تفاصيل؟ نعم نضال، صباح اليوم يعني فوجئ الشعب الاثيوبي، اجمع كل فصائل الشعب الاثيوبي بزياره مفاجئه من اعلى من 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 مسؤولين في رفيعي المستوى، وبالتحديد من اعلى سلطه تشريعيه في البلاد ورئيس اعلى سلطه تشريعيه السيد تاجاتا تشافو، وبحوزته رئيس المستشار الامن القومي السيد رضوان حسين وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدوله الى اقليم تيغراي، وبالتحديد الى حضنه اقليم تيغراي مدينه مقلي بعد عامين من تغيب او من غلق هذه المدينه كليا عن المسؤولين الفيدراليين وعن تغيبها وعن انخراطها داخل المجتمع او داخل الحكومه الاثيوبيه. اليوم كانت هذه الزياره تهدف يعني لوضع قواعد اساسيه جدا او قواعد قويه لتؤكد عمليه السلام التي وقعت او اتفاقيه السلام التي وقعت في بريتوريا الشهر الماضي، وايضا عمليه كيفيه نزع السلاح من مقاتلين جبهه تحرير تيغراي الذي وقعت في اواخر نوفمبر في نيروبي في العاصمه الكينيه نيروبي. اليوم كانت الزياره الاولى الى حضنه اقليم تيغراي مدينه مقلي، وهذه كانت يعني كانت تعتبر للكثيرين في اثيوبيا خطوه غير متوقعه وخطوه يعني استبقت كثير من المحللين في اثيوبيا، كانوا يتوقعون ان تتاخر هذه الخطوه، ولكن الاراده الاثيوبيه بصفة عامة إن كانت من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أو من الإدارة الفيدرالية في أثيوبيا لتحقيق السلام كانت هي الأقوى، وأثبتت اليوم أن السلام هو مطلب لكل الفصيلين أو لكل الطرفين، إن كانت الحكومة الفيدرالية أو إن كانت جبهة الشعبية تحرير تيغراي. ولكن البارز اليوم تغيب نضال، تغيب رئيس الجبهة الشعبية تحرير تيغراي السيد الدكتور دبرتسيون دبر ميكايل عن بعض الاجتماعات، خاصة في بعض الفيديوهات وبعض الصور التي نشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي الحكومية، وأيضا رأينا مكتب الاتصال الحكومي اصدر قليل بعض من الصور لم يتواجد فيها رئيس الجبهه الشعبيه تحرير تيغراي. هذا ما دعا بعض المراقبين او بعض المحللين المحليين خاصه الذين يؤيدون النظام في اثيوبيا ان يقوموا او يدلعوا ببعض الشكوك، هل هنالك انفصال في ما بين فصائل الجبهه الشعبيه تحرير تيغراي؟ لماذا تغيب دبرتسيون دبر ميكايل عن هذا مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه الزياره المهمه؟ مع العلم ان تاجاسا تشافو يمثل يعني ارضيه كبيره جدا ويمثل قبول جدا عند شريحه كبيره جدا من المجتمع الاثيوبي. نعم. في يعني في كتا في في شتى. نعم. طوائفه، فمثل هذه التساؤلات حتى الان لم نجد لها اي جواب، وحاولنا نحن في العربي التواصل مع وزاره الخارجيه الاثيوبيه ومع مكتب الاتصال الحكومي ايضا لكي ناخذ منهم بعض المعلومات، ولكن هنالك التكتم حتى الان. الوسائل الاعلاميه الحكوميه. نعم. لم تظهر حتى الفيديوهات للزياره الا من بعض او الا من قناه واحده وهي قناه دمس وياني المعارضه التي تبث من خارج اثيوبيا تتبع الجبهه الشعبيه تحرير تيغراي. نعم نضال، شكرا جزيلا لك زاهد الهرري مراسل التلفزيون العربي من أديس أبابا.